نكمل المحاضرة الأولى. هذا example بكتاب مريم 2/3. بهذا الاكزامبل مطيني بول عمود مسلط عليه قوة بهالنقطة مقدارها 500 نيوتن، تصنع ويا العمود أو ويا الشاقول 30 درجة. مطيني محاور، المحور اللي تنطبق عليه القوة F نسميه اكس برايم، والمحور الآخر عمودي عليه نسميه واي برايم. شلون عمودي؟ هاي 30 قلت بقت هذه 60، هاي 30 صار 90. إذا ما بين الاكس برايم والواي برايم 90 درجة. مطيني محور الاكس أفقي والمحور واي شاقولي. المطلوب أول شيء أو determine the scalar components of the force F along the X prime and Y prime. وأوجد مركبات القوة F 500، يقول حللها إلى مركبتين أو أوجد مركباتها، الوحدة على X prime على محور X prime والثانية على محور Y prime. المطلب الثاني determine the scalar components of F along the X and Y axis, Y prime axes. حلل قوة F 500 إلى مركبتين، الأولى حول المحور X والثانية حول المحور Y prime. خلينا نجي على المطلب الأول اللي هو أوجد حلل القوة 500 إلى مركبتين، الأولى على X prime على المحور X prime والثانية على المحور Y prime. المحاضرة الواحدة ذكرت منه إذا كانت قوة منطبقة على أحد محاور التحليل فمركبتها على محور تحليل ثاني يساوي صفر. إذا هاي 500 منطبقة على X برايم فمركبتها على الواي برايم يساوي صفر. إذا F Y برايم يساوي صفر. وقيمة المركبة على المحور المنطبقة عليه يساوي نفس القوة. إذن FX prime equal to 500 نيوتن. إذن FX prime يساوي 500 نيوتن. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني لو نرجع تحليل قوة F 500 إلى مركبتين، مركبة على Y prime ومركبة على X. حتى حلل القوة لها مركبتين لازم تكون قوة محصورة ما بين المحاور التحليل. إذا تلاحظون محاور التحليل X والواي برايم القوة 500 مو بيناتهم، ايش راح اسوي؟ امد المحور واي برايم، هذا واي برايم نيجاتيف. اذا سحللنا 500 الى مركبتين، مركبة على الاكس مركبة على الواي برايم السالب. اذا حتى احللها ما عندي غير اسلوب واحد هو ارسم متوازي اضلاع واوجد مركبات. اذا تلاحظون الزاويه ما بين الاكس والواي برايم جت قيمتها هاي 30، هاي 60، 90، هاي 30، هاي 30، يتبقى هذه 60. اذا هاي 60، هاي 30، 90 ب 60، 90 ب 60 130 عفوا 150، 90 60 150. اذا ذن المحورين الاكس والواي برايم مو متعامدات، اذا راح نرسم عندي متوازي اضلاع. شلون ارسم متوازي اضلاع؟ اللي هو هذا شلون رسمناه؟ من نهايه القوه 500 ارسم محور او لاين يقطع عفوا يوازي الواي برايم ويقطع لي اكس، يعني مو اوقف لحد ما يقطع لي الاكس. من هنا راح اسم لاين يوازي الواي برايم. عفوا من هنا هذا اللاين المفروض هذا يوازي لي الواي برايم، ما اوقف لحد ما يقطع لي المحور اكس. هاي قطعه، اذا هذا يوازي هذا. اذا هاي 30 فهاي ايضا 30، هاي 30 وهاي نفسها 30، هاي الزاويه 30. ارسم من نهايه القوه 500 ارسم لاين يوازي لي اكس ويقطع لي واي برايم. اذا ارسم لاين افقي
هذه واضحة هذه إذا هاي 30 إذا هاي زاوية 30 وهاي زاوية 30 حتى أوجد مركبات شوف هذه توازي لي واي برايم إذا هذا اسمي اف واي برايم وهذه هي نفس هذه يعني هذا اللاين هو نفسه هذا مفروض أضلاع مساوية أضلاع قطع متقابلات مساوية إذا هذا اف اكس هاي مركبة على المحور اكس حتى أوجد أوجد المركبات آخذ لون مثلث الفوق لون مثلث الجوة كيفكم إذا أخذنا الجوة هاي 30 عفوا هاي 30 وهاي هذه يعني هاي 30 يعني هذه هي هاي هنا بس جاي بعيدة إذا هاي 30 غير هذه هاي 60 هذه هي 60 هذا ايش قد؟ هاي 60 قلنا من هاي 30 هاي 30 ايش تبقى هذه؟ تبقى 60 اذا المثلث جوا هذا زواياه هذه 30 وهاي 60 وهاي 90 مجموع 180 خلينا نبدي خلينا نجي نشوف هذا رسم المرتب مالته هاي 60 هاي 90 هاي 30 ابدي من اخذ قانون الساين ابدي بالمعلوم اللي هو المحصله اللي هي 500 شو راح اقول؟ اقول 500 الى ساين زائد قابلها 30 500 الى ساين 30 انا شو اريد؟ اريد اف اكس هذه اف اكس يساوي اف اكس الى ساين زائد قابل 90 يساوي اف اكس الى ساين 90 يطلع الاف اكس 1000 نيوتن اف اكس شوف اتجاهها وين؟ اتجاه اكس الموجب لو تخليها إشارة موجبة هيشي لو تخليها سهم صغير هاتجاه نفس الاتجاه هذا نروح على الاف واي أيضا عندي هالمقدار أبدي بالمحصلة 500 إلى ساين زاوية 30 هو نفس الاف واي مرحق عليهم لها معلوم 500 إلى ساين 30 أنا شريد اف واي برايم هذا إلى ساين زاوية تقابله اللي هي 60 اف واي برايم إلى ساين 60 من هنا يطلع الاف واي برايم 866 نيوتن هذا اف واي برايم باتجاه الواي برايم السالب لو تخليها اشاره سالبه لو تخليها سهم بهالشكل يوازي هذا سهم صغير يعني شو مخلي بكتابي يستخدم اسلوب الاشاره انا افضل اسلوب الاسهم ناخذ الاكزامبل الاخر بالكتاب مريم عندي براكيت بنقطه سي مسلطين عليه قوتين القوه الاولى اف 1 100 نيوتن تنطبق على محور اي يصنع زاويه 30 ويعلى فوق والقوه الثانيه اف 2 مقدارها 80 نيوتن منطبق على محور بي بزاويه 20 ويعلى فوق ديتيرمن اوجد ذا بروجكشن FB of their resultant R onto the B axis. أوجد مسقط المحصلة ما ذن القوتين على المحور B. عشان نسوي أول شيء لازم أول شيء نوجد محصلة القوتين 180. بعد ما أوجد محصلة أوجد مسقط على المحور B. مسقط على المحور B. إذا سمطلوب مالته الأساسي هو مسقط المحصلة على المحور B. هسه شلون نوجد المحصله نحسبها باسلوب واحد هو نفس متوازي اضلاع شلون ارسم متوازي اضلاع نرسم قدامكم من نهايه القوه الاولى ارسم قوه تساوي خلينا ناخذ قوه ثانيه من نهايه القوه الثانيه ارسم قوه توازي القوه الاولى وتساويها يعني كل ما اشيل هذا الاف 1 واخليها براس اف 2 هالشكل هاي القوة المفروض هذه تساويها المفروض هسه هذه توازي لل 100 وتوازي تساويها وتوازيها يعني هاي الزاوية 30 من نهاية القوة الأولى أرسم قوة توازي ال 200 وتساويها أنا من نهاية هذه إذا هذه وازي لهذه فهاي الزاوية 20
المحصلة من تقاطعهم إلى التقاء السهميين. المحصلة هذه. هذه هي الـ R. حتى أحسب R أخذ لو مثلث الفوق المتوازي الأضلاع لو مثلث الجوة ماكو فرق. خلينا نأخذ الفوق، خلينا أوجد هاي الزاوية. حتى أسمي قانون الكوساين راح أسميها ثيتا. ما حاسب قلت لكم كل زاويتين متوازية الأضلاع، كل زاويتين متتالية مجموعها 180. إذا هذه 50، إذا 50 زائد ثيتا 180. إذا ثيتا صار 180 ناقص هاي الزاوية اللي هي 50، اللي هي 30 زائد 20. ثيتا 180 ناقص 50 تكون قيمتها 130. قيمتها 130. إذا المحصلة R يساوي ضلع الأول تربيع 100 تربيع زاد ضلع الثاني تربيع 80 تربيع ناقص 2 ضلع الأول 100 في ضلع الثاني 80 في كوساين الزاوية اللي تقابلها اللي هي هذه، اللي هذه هي ثيتا اللي هي 130. هذه 130. هذا أحسبه أجدره يطلع الـ R 163.4. شو بقى المسقط مات المحصلة على المحور بي. شلون أوجد المسقط؟ من نهاية القوة أرسم لاين عمود على المحور بي. شوف رسمنا هذا اللاين. إذا هاي نقطة النهاية، نقطة البداية هذه نتقاطع. إذا المسقط مالتي كليته هو هذا. إذا المسقط متكون من مركبتين، من جزئين، الجزء الأول 80، الجزء الثاني هو هذا. هسه هذا منين احسبه؟ حسب من هذا المثلث، مثلث قائم الزاوية، الوتر مالته هذا معلوم مقداره 100، إن هذا يوازي هذا وطوله، إذا هذا هو مقداره 100. طالما هذا يوازي هذا، إذا هاي الزاوية 50 فإذا هاي الزاوية 50. تلاحظون هالمقدار إي من هنا إي لهنا هو مجاور لـ 50، إذا يساوي الوتر 100 كوساين 50. إذا الـ FB يساوي 80 اللي هو هذا الجزء، ضيف له هالجزء اللي هو 100، هذا الجزء اللي هو 100 كوساين 50. 100 كوساين 50 يطلع 144.3. تلاحظون هالسؤال ان المركبة والمسقط متساويين، من يساوون فقط في حالة واحدة عندما تكون محاور التحليل وهو الـ A والـ B متعامدين. هذا problem بكتابكم 2/7. بهذا السؤال مطيني قوتين، هذا joint بتريس جملون بي أضلاع 4، ذن 2 أفقيات وذول 2 مائلات، واحد منهم بقوة سحبة. شوف هذه 2 لها تسحبة tension. ايش تقول هذه tension؟ الأولى tension يعني سحب، هذه 2 تصنع بين أفق 30 درجة. المنبر الثاني بقوة 3 كيلونتن compression. شوف الضغطة شو نسميه كومبريشن، يعني ضغط او كبس على هذا الجوينت. جوينت معناها مفصل. المطلوب اوجد determine the magnitude of the resultant R of the two forces and the اوجد محصلة القوة الثلاثة والاثنين. هاي المطلب الاول. and المطلب الثاني the angle theta which R makes with the positive x-axis. هنا حدد يقول أوجد الزاوية تصنعها المحصلة R ويا محور X الموجب. أوجد الزاوية اللي تصنعها المحصلة R ويا المحور X الموجب، ويا هذا المحور مو ويا هذا، ولا ويا الـ Y موجب ولا مثال توجهها ويا هذا المحور. هسا أول شيء نوجد مقدار المحصلة وبعدين نوجد اتجاهها. طالما يريد مني المحصلة، إذا عندي أسلوب طريقتين، لو أرسم متوازي أضلاع لو
أحاديه على محورين متعامدة، راح نحل بأسلوبين. الأسلوب الأول راح أرسم متوازي أضلاع. أول شيء عندي هاي القوة، راح أحركها لهذه النقطة حسب قانون مبدأ الترانسميسبلتي، مقدارها 2 كيلو نيوتن تصنع بين فوق 30، لأن 2 لأني معطيات بالسؤال. شو يبقى عندي F؟ هذه F، هذه مقدارها 1 كيلو، عفوا هذه صلحوا لي اياها، هذه F1، هاي تجي هنا وهذه تجي هنا، هذه F1 يساوي 3 كيلو نيوتن مقلوبة، هذه F1 يساوي 3 كيلو نيوتن. هذه F1 تلاحظون ما مطيني زاوية، بس شو مطيني مثلث، الوتر مالته ينطبق او يوازي لي خط تأثير القوة. هالمثلث الأفق مالته 3 وشاقولي 4، خلي أوجد هاي الزاوية، هاي الزاوية مقابلها 4 مجاورة 3، يربط المقابل المجاورة التان، إذا أحسبها من التان، إذا بيتا تساوي تان بيتا 4 على 3، 4 على 3 53. هذا أفق وهذا أفق متوازيين، معناها قطعهم هذا إذا كل زاويتين متناظر متساوي، إذا هذه بيتا هذه هي بيتا 53. الخطوة اللي وراها هذه F1 راح احرك هاي النقطة حسب الترانسميسبلتي، مبدأ الترانسميسبلتي، إذا هذه هي هاي F1 تساوي 3 كيلو نيوتن، إذا هاي 53 هاي الزاوية وهاي الزاوية كلها 53 متقابلة بالرأس، ايش ما شفت 53 زاوية يمين هنا هنا 53. هسه خلينا نرسم متوازي أضلاع من نهاية القوة الأولى، ارسم قوه توازي للقوه الثانيه وبطولها، اذا هذه ارسم قوه شيء، هاي طولها 2 كيلو نيوتن وهاي الزاويه، هاي الزاويه 30 توازيها، هاي الزاويه 30 درجه. من نهايه القوه الثانيه ارسم قوه تساوي للثلاثة وتوازيها بهالشكل، هاي الزاويه شوف هاي تصنع بين فوق 53، هاي الزاوية، هاي الزاوية 53، هاي الزاوية 53 وبطولها يلتقون بهالنقطة. المحصلة من تقاطع القوتين إلى التقاء السهمين، هاي المحصلة. حتى أوجد المحصلة يراد آخذ لون مثلث فوق، هذا مثلث لون جوا، راح ناخذ مثلث فوق. مثلث فوق احتاج الزاويه تقابل المحصله، هاي الزاويه انا مسميها الفا. الفا شلون احسبها؟ شلون احسبها؟ كل زاويتين متواليه او متتاليه بالمتوازي اطلاع مجموعها 180، اذا الفا زاد هاي الزاويه كلها يساوي 180، هاي الزاويه مجموعها 53 زائد 30، اذا الفا يساوي 180 ناقص 30 ناقص 53، 180 ناقص 30 ناقص 58 تطلع 96.8. إذن R سكوير يساوي ضلع الأول تربيع 3 تربيع زائد ضلع الثاني تربيع 2 تربيع ناقص 2 في الأول اللي هو 3 في الثاني 2 في كوساين الزاوية اللي تقابلها أو ما بين محورين ضلعين في كوساين الألفا اللي هي 96، في كوساين 96 هذه تطلع الـ R، الـ R 3.8 كيلو نيوتن. إذا المطلب الأول حسبناه اللي هو مقدار المحصلة 3.8 كيلو نيوتن. بعد المطلوب مني اتجاه المحصلة زاوية ثيتا من المحور X الموجب، يعني شوف هاي المحصلة وهذا X الموجب، معناها هاي الزاوية شو مسميها ثيتا، مو توجد لهذه الأول هذه من القوة، حتى شوف مفتهم مفتهم السؤال. طالما هذه الزاوية ثيتا موجود بالمثلث فوق راح اخذ المثلث فوق، وهسه انا اخذته واشتغلت عليه حتى اوجد اتجاه الزاوية اتجاه المحصلة، اروح لقانون كوساين وبيش ابدي؟ ابدي بالمحصلة لان هي معلومة وزاد قابلها معلومة، اقول r الى ساين زاوية قابل الفا، r 3.8 r الى ساين الفا. شو يبني؟ يريد مني ثيتا، ثيتا بحقيقة هي مو زاوية كاملة بالمثلث، أنا راح أخذ الزاوية الكاملة هذه كلها اللي هي عبارة عن ثيتا زائد 30، من يقابلها 3 قلت 3 إلى ساين ثيتا زائد 30،
اف 1 دي 3 الى ساين ثيتا زائد 30. هسه عوض لي ار 3.8 الفا 96 اف 1 3 يطلع منا هذه احسبها ثيتا زائد 30 يساوي 51.6. اذا ثيتا 51.6 اطرح منها 30 تطلع 21 درجة. 21.6 ديجري. نروح للاسلوب الثاني هو تحليل القوتين على محورين متعامدة. ذن القوتين اللي اف 1 اكس واف 2 واي. عفوا اللي هي اف 1 3 كيلو نيوتن والاف 2 2 كيلو نيوتن. خلوا على القوة الأولى اللي هي 3 كيلو نيوتن. حلها حتى حلها على مركبتين على محور اكس وعلى محور واي ارسم هذا المستطيل. من نهاية القوة ارسم لاين يوازي الاكس ويقطع الواي. من نهاية القوة ارسم لاين يوازي الاكس ويقطع الواي. هذا بعد ما راح نعيده لانه صار بديهي عندكم. عندي هاي الزاوية 53. راح استخدم الزاوية 53 للتحليل. إذا تلاحظون الاف 1 اكس هذه مجاور 53 إذا من تعاملوا مجاور كوساين. إذا تساوي لي الوتر كوساين 53. يساوي الوتر 3 في كوساين 53. تطلع 1.8 كيلو نيوتن. شوف طالما اتجاهها باتجاه اكس الموجب اخليها مسافة باتجاه اكس الموجب اليمين. او تخليها من شارع موجبة بكيفك. انا استخدم موضوع الاسهم. نروح على مركبة شاقولية. هاي الشاقولية هي هاي مركبة شاقولية اللي هي نفسها هذه. هي اف 1 واي. هي تلاحظون مقابل 53. اذا تساوي القوة الوتر 3 في ساين 53. 3 ساين 53. تكون قيمتها 2.4 كيلو نيوتن. تلاحظون هذه باتجاه واي سالب. لو تخليني اشارة سالبة. لو تخليني سهم داون وورد باتجاهها. نروح على القوة الثانية. هاي القوة الثانية تصنع ويا الافق ويا الاكس 30. راح استخدم 30 للتحليل. لها مركبتين. المركبة الأولى على اكس 30. اذا تلاحظون الاكس هو مجاور 30 راح استخدم كوساين يساوي 2 كوساين 30. 2 كوساين 30 هذه هاي الحمراء 2 كوساين 30. تلاحظون هاي هي بتجي عكس الموجب. لو تخلي لي اشاره موجبه لو تخلي لي السهم باتجاهها باتجاه اليمين. نروح على المركبه الثانيه. هي هذه هي باتجاه واي الموجب. هذه مقابل 30 اذا احسبها او اوجدها باستخدام ساين لان مقابل 30 يساوي 2 ساين 30. 2 ساين 30 مقدارها 1 كيلو نيوتن باتجاه واي الموجب. تخليه دائما اشاره موجبه لو تخليه سهم ابوارد. هسه خلينا نحسب محصله القوة على المحور اكس محصله القوة على المحور واي. محصله القوة على المحور اكس عندي اف 1 اكس موجبه واف 2 اكس موجبه. يعني اف 1 اكس زائد اف 2 اكس تطلع 53. طالما اشارتها موجبه اذا هي باتجاه اليمين. خلينا نحسب ار واي. ار واي هي بيها مركبتين، مركبه موجبه اف 2 واي ومركبه سالبه اف 1 واي. يساوي اف 2 واي موجبه دي فوق وهذه اف 2 واي سالبه دي جوا. عوض مكانهم تطلع الار واي. اول شيء طلعت اشارتها سالبه 1.4 كيلو نيوتن. طالما اشاره سالبه معناها دي جوا. خليها مساحه دي جوا. اذا ذني كلهم الاربعه ذني مركبات اربعه هذني وذني راح اعوض مكانهم ار اكس وار واي. ار اكس باتجاه اليمين وار واي داون وورد للاسفل. ذولي هذه ار اكس وهذه ار واي. حتى اوجد المحصله ذولي قوتين متعامدات ارسم مستطيل من نهايه القوه ار اكس ارسم قوة تساوي توازي ار واي. هذه ارسم هذه من نهاية القوة ار واي ارسم قوة تساوي وتوازي لي ار اكس. هذه التقوا هنا المحصلة هذه. هذا مثلث هذا مثلث قائم الزاوية. اذا ار يساوي ار واي سكوير بلس ار اكس سكوير تحت الجذر سكوير روت. عضو لي ار اكس وار واي
يطلع 3 بوينت ايرن. تبقى الزاوية ثيتا اللي هي هذه اللي يقولها بين المحصلة والمحور اكس، هذه هي ثيتا. خلينا نروح تحضرون ثيتا مقابلها معلوم ومجاورها، راح استخدم التان اذا يربط المقابل المجاور هو التان اذا راح تحسب منين؟ من التان، او ممكن تحسب ليها من الساين ار واي على ار، او من الكوساين ار اكس على ار. يعني من الساين يقول ساين انفيرس ار واي اوفر ار، اذا من الكوساين يساوي كوساين انفيرس ار اكس اوفر ار. اذا انا احسبها من تان يساوي الثيتا تان انفيرس ار واي اوفر ار، ار واي اوفر ار تطلع 21. نروح على هاي البروبلم 2/13 كتاب مريم، كتابكم منهجي. بهذا السؤال مطيني تاور برج، هذا البرج حتى لا يوقع ثبتيه بنقطة اي بكيبلات اثنين، الكيبل الاول نسميه اي بي رابطيه بنقطة بي، والكيبل الثاني نسميه اي سي رابطيه بنقطة سي. مطيني دايميشن مالت الابعاد، مطيني زوايا، لان زوايا انا خليتها. شنو يقول هالسؤال؟ يقول اذا كانت القوة بالكيبل اي بي، بالمناسبة الكيبلات دائما الحبال او الكيبلات او الخيوط دائما تتحمل قوة سحب، ما تتحمل كبس ضغط. يقول اذا كانت القوة بالكيبل اي بي مقدارها 8 كيلو نيوتن تنشن شد. اذا القوة بالكيبل اي بي 8، ما المطلوب؟ ما مقدار القوة بالكيبل اي سي اذا كانت، شوف اعطيني شرط، اذا كانت المحصله مال القوتين اي بي والاي سي هي شاقوليه وللاسفل داونورد، داونورد وللاسفل. المطلب الثاني اوجد مقدار المحصل ار ما بين القوتين الاي بي والاي سي. هسه اول شيء خلينا نوجد اتجاه القوتين الاي بي والاي سي. الاي بي هاي الاي بي سميتها الزاويه بيتا، والاي سميتها الزاويه ايش اقول؟ الفا. ما عندي غير اسلوب واحد انه ارسم مثلث قائم الزاويه الوتر مالته ينطبق او على خط تاثير القوه. اذا نجي على الاي بي عندي هذا شاقول ولا معادل، وهذا افق عفو، هذا شاقول وهذا هو افق، هاي الزاويه 90. هذا المثلث قام زاويه هنا عندي ضلع اللي قابل 40 معلوم، والشاقولي معلوم 30 زائد 20 50. راح احسب بيتا من تان لان عندي مقابل مجاور، بيتا تان انفيرس 40 مقابل مجاور 50 20 زائد 30. خلينا نجي على القوة الثانية الاي سي ايضا، وهذا شاقول عندي هاي الزاوية 90. الالفا يساوي تان انفيرس المقابل اللي هو 50 على المجاور اللي هو نفسه 30، 50 على 30 تكون 59. هسه خل نروح راح نحلها بطريقتين، الطريقه الاولى نرسم متوازي الاضلاع، والطريقه الثانيه نحل على محاور متعامده. شلون ارسم متوازي الاضلاع؟ اول شيء التي اي بي مطيني مقدارها 8، والزاويه ويش اقول؟ قلنا 38 درجه. اذا اقيس الزاويه 38 وارسم قوه طولها 8 كيلو نيوتن، شايفه مخربطه هاي تي اي بي يساوي 8 كيلو نيوتن. هذه شطبوها، هاي مقدارها 8 كيلو نيوتن رسمناها. هسه شلون راح اكمل متوازي اضلاع؟ متوازي اضلاع لازم عندي قوه ثانيه اقدر ارسمها جد مقدارها واتجاهها، اتجاهها اعرفه بزاوية 59 وش اقول؟ بس قد طولها؟ ما اعرفه.
إذا شلون أرسم متوازي أضلاع؟ لازم تضيف شيء بالسؤال حتى أقدر أكتب عنده أرسم متوازي أضلاع. بهذا السؤال هاي القوة الأولى لازم من نهاية أرسم قوة توازي لي تي أي سي وطولها. نعم من هنا هاي الزاوية بيتا 59. إذا من هنا راح أرسم لاين يساوي إيش أقول 59. بس هذا اللاين دي وين أوقفه؟ لأن ما أعرف طول أي سي. احنا كنا دائما من نرسم دول بنهايه ذني تلتقي المحصله. انا اقول من التقاء ذني اللاينين اقول هي هنا نهايه المحصله. اذا هو اصلا مطين محصله شاقوليه على المحور واي، اذا هذا تي اي سي يرسم ينتهي وين؟ بهاي النقطة حد ما يتقطع بيش أقول يعني وين ينتهي؟ بنهاية المحصلة. إذن TAC من هنا لحد ما يقطع لي المحصلة اللي هي عشا أقول. إذن من هنا راح أرسم لاين يوازينا هذا وطوله. إذا هاي النقطة معلومة من هنا راح أرسم لاين بطول هذا ويوازيه هاي الزاوية. هاي الزاوية ويش أقول بيتا؟ إذا هاي الزاوية بيتا من زاوية بيتا طول 8 وانهي. إذا هذا لاين إي من هنا أرسمه صار عندي متوازي أضلاع. لو أخذ الجانب الأيمن بثلث الأيمن ومثلث الأيسر راح نأخذ أيمن. راح نستخدم قانون ساين. شنو مطلوب؟ أو شنو معلوم عندي؟ معلوم عندي هذا اللاين هذا الضلع طوله 8 كيلو نيوتن. ايش اقول تي اي بي الى ساين زائد قابله 59. انا شريد تي اي سي الى ساين زائد قابله 38. تي اي سي زائد 38 هذه تساوي هذين دول متوازيين، ده كل زاويتين متباعدة مساوية. الـ AB مقدارة 8. شو بقى مجهود؟ TAC. يطلع TAC 5.83 كيلو نيوتن. هذا هو جواب. يعني نسي معنى جواب هذا. أنسار. شو بقى؟ بقى المحصلة. المحصلة بكيفكم. لو استخدموا قانون كوساين، لازم أوجد زاوية تقابلها. ثيتا. ثيتا شو تساوي؟ هذا مثلث قائم الزاوية. كيف مثلث قائم الزاوية؟ أو شو تقولون؟ تقولون إنه كل زاوية متوالية متوازي أضلاع مجموعها 180. إذا ثيتا 180 ناقص 38 ناقص 59. 180 ناقص 38 ناقص 59 تكون 82. إذا R سكوير يساوي TAC سكوير زائد TAB سكوير ناقص 2 TAC في TAB في كوساين الزاوية اللي بيناتهم اللي هي ثيتا مقدارها 82. يطلع الـ R 9.25. أو أريد أكمل حل باستخدام قانون ساين. إيش عندي؟ عندي TAB إلى ساين 59. TAB إلى ساين 59 دول اثنين معلومات. أنا شريد إذا R أقول R إلى ساين الزاوية ثيتا. R مجهول ثيتا معلومة 82 R إلى ساين 82 يطلع الـ R 59.25. R اتجاهه طيب بس هذا يقول داونوير هذا تقدر تخليه يمسار وتخليه يمسار لجوا. هسه إذا واحد حب يحل بتحليل إلى مركبات على محورين متعامدة أروح أحلل قوة تي اي بي إلى قوة مركبتين، مركبة هذه مركبة ثانية هذه. عندي هاي الزاوية هذه الزاوية
86 إذا هذه يساوي 8 كوساين 38 وهذه يساوي 8 ساين 38 نجعلها هذه تي سي أيضا هاي زائد 59 حلها مركبتين هاي مركبة المركبة الثانية هذه يساوي تي أي سي ساين 59 وهذه يساوي تي أي سي كوساين 59 هسه أحسب آر إكس وآر واي بالسؤال يقول بالمنطق السؤال ده يقول الآر شاقولية داون وير يعني معناها تنطبق على اليمين على الواي إذا آر واي الآر تنطبق على الواي إذا كانت مثل ما قلت لكم إذا كانت عندي قوة أحد مركبها تنطبق على أحد محاور التحليل فمركبتها على محور ثاني تساوي صفر إذا كانت القوة تنطبق R تنطبق على 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 Y إذا مركبتها على على X صفر معناها RX يساوي صفر و R يساوي RY هسه خليج على RX لازم يساوي صفر أعيدها قلت لكم إذا كانت عندي قوة تنطبق على أحد المحاور فمركبتها على محور ثاني تساوي صفر إذا هي قوة R تنطبق على Y فمركبتها على X اللي هي RX لازم تساوي صفر هذا RX تساوي صفر هسه خلينا نحسب RX عندي باتجاه اليمين TAC ساين 59 TAC ساين 59 هذه يعني عكسه عندي هذه عفوا TAC في ساين 59 هذه شنو عكس عندي عكسها هذه TAB ساين 38 هسه عضو TAB 8 من المجهول TAC طلع مقداره 5.83 شبقى بقى ال R طالما ال R ينطبق على ال Y إذا ال RY يساوي ال R ال R يساوي RY وال RY يساوي هالمركبة زاد هاي المركبة الاثنين هن لي جوا داون وير إذا نساوي T AC كوساين 59 هذه تي اي سي كوساين 59 تي اي سي كوساين 59 زائد تي اي بي كوساين 38 عوض تي اي سي وتي اي بي تطلع نتيجة 9.25 لو تخليها من السهم دي جوة او تخليها اشارة سالبة نجي على هذا السؤال problem 2/20 بكتابكم بكتاب مريم Determine the scalar components RA RB نسميه المركبات مركبة على A RA مركبة على B RB of the force R اللي هي R 800 along non-rectangular axes A and B قول أوجد معناها السؤال هذا حل المركبة R 800 قوة R 800 إلى مركبتين مركبة على المحور A والمحور B محور A ومحور B تلاحظون الزاوية بيناتهم مو 90 اللي هي 110 زائد 30 اللي هي 140 درجة اللي مو متعمدين هذا المطلب الأول المطلب الثاني أوجد البروجكشن المحصلة R ما دام قوتين على المحور A راح طالما مطلوب عندي تحليل القوة إلى مركبات ما عندي غير لازم أرسم متوازي أضلاع شو أرسم متوازي أضلاع من أنا هسا خلنا نفترض 800 هاي 800 حجيب لي أنا حتى وأرسم هذه هي 800 هاي هي 800 شو نرسمه أرسم من نهاية القوة أرسم لاين يوازي أحد المحاور ويقطع المحور الثاني هسه اذا اخذت يوازي لي المحور بي لازم يطلع لي اي يعني من ارسم لاين من ابدي بي ما يوازي لي بي ما اوقف حد ما يقطع لي محور اي لا مو هيك تقريب هذا
هذا اللاين. ما اوقف حد ما يقطعني، عفوا حد ما يقطعني المحور اي. اذا هذا من هنا راح احسب لاين، اذا هذه يوازي هذه، اذا هاي 110 اذا هذا عفوا هذه يوازي هذه، اذا هاي الزاويه 30 وهي مو مضبوطه، هاي الزاويه 30 لان هذا يوازي هذا. كونتر زد مو 30، اذا هاي الزاويه هاي الزاويه هاي الزاويه اللي هي نفسها هذه، هاي الزاويه اللي مقدارها هذه الوازيدية ولا ما يشبهها، اذا هاي الزاوية هاي الزاوية هاي اللي هذه اللي هي 108 × 110 يطلع 80، اذا هاي الزاوية 80 هذا يوازي هذا برسمه مضبوط. اروح من نهايه القوه هذه ارسم لاين يوازي لي المحور اي ويقطع المحور بي. هذا هذا يوازي هذا صعب، هذا صعب له فوق 30 فهاي الزاويه 30 هاي الزاويه 30 اذا متوازي الضلع مالته هو هذا والمحور. اذا هذه توازي الاف اي، هذه هي ار، هذه ار اي وهذه هي ار بي. خلينا نجي على رسم مضبوط، هذه هي نفسها هذه طلع هذه ار اي توازي هذه، هذه هي نفسها هذه هذه ار بي، هذه 110 هاي الزاويه 110 هاي كانت تكمل 80. حتى اوجد المركبات لو مثلث فوق لو جوا راح ناخذ مثلث فوق هذا، هاي زاويه 30 هاي 110 هاي 110 شو بقت هاي زاويه ثيتا، شلون تحسب كيفك؟ لو تقول ذولي هاي مثلث مجموع زاويه مالته 180 اقول ثيتا تساوي 180 ناقص 30 ناقص 110، او تقول هذه الزاويه متوازي الاضلاع زائد هاي زاويه ثيتا مجموعها 180، اذا نقول 180 يعني ثيتا 180 ناقص 30 ناقص 110 تطلع مقدار ثيتا 40، ثيتا 40. هسه اذا مطلوب مني المركبات استخدم قانون الساين، ابدي بايش؟ بالمعلوم، معلومه ار، ار 800 الى ساين قابلها زاويه 3 ثيتا 800 يعني ار الى ساين 40 ساين ثيتا. انا شو اريد؟ اريد ار اي، ار اي هذا نفس هذا ار اي الى ساين زاويه متقابله 110، ار اي الى ساين 110. هسه اعوض ال ار 800 شنو المجهود؟ مجهود ار اي، يطلع ال ار اي 1170 نيوتن، 1170 نيوتن. نروح على ار بي، ايضا اروح على المعلوم ابدي بي اللي هو ار 800 الى ساين ثيتا 800 الى ساين ثيتا 40. انا شريد ار بي يساوي ار بي الى ساين زاويه قابله 30 الى ساين 30، ار بي يطلع 622. هاي المطلب الاول. المطلب الثاني يقول مسقط قوه ار على المحور اي، مسقط قوه ار على المحور اي. شلون اجد المسقط؟ قلنا من نهايه القوه اقيم عمود على المحور اسقاط، محور اسقاط هو اي المحور اي، اذا اي منا راح اقيم عمود. هاي الزاويه، هاي الزاويه 90، المسقط هاي النهايه وهاي البدايه، نقطه التقاطع هي البدايه، نقطه هاي من هاي البدايه وهاي النهايه، اذا المسقط هذا، المسقط هو هذا. نجي هنا هذا المسقط منا لهنا. منين احسب؟ احسب من هذا المثلث، مثلث قائم الزاويه الوتر 800 عندها زاويه 30، المسقط تلاحظون متجاور 30 يساوي الوتر 800 كوساين 30، 800 كوساين 30 يطلع 693. وتلاحظون
المركبة على الأي 1170 والمسقط 693 693 متين من الزاويات. ليش؟ لأن الزاوية ما بين محاور التحليل مو قائمة، لو قامت لكان ساووا. فاتمة السؤال بالبداية ما شرحنا، خلينا نرجع نشرحه. هذا السؤال، هذا اكزامبل بكتابكم كان المفروض تقرؤه بالواحد نشرحه. بهذا السؤال معطيني منشأ ثابت، هذا اللي هو سد فيكس بقى، معناها مستقر او ثابت ما يتحرك مكانه، تأثر عليه قوتيا، قوة بي مقدارها 800 نيوتن وافقية لليمين، وقوة ثانية تي مقدارها 600 كيلو نيوتن خط تأثيرها من بي الى اي. المطلوب شو يقول؟ combine the two forces P and T which act on the fixed structure. Structure معناها منشأ. At B وذن قوة المؤثرات على هذا المنشأ بنقطة B into single equivalent force R. يقول ركب ذن القوتين T والP إلى قوة واحدة مكافئة اللي هي R. يعني معناها أوجد بحصل ذن القوتين، من يعوض عن القوتين؟ هي R. دائما المركبات تعوض عن المحصلة والمحصلة تعوض عن المركبات. إذا لاحظ ذن القوتين، القوة الأولى مطيني اتجاهها أفقي مقدارها لليمين ما عندي مشكلة، القوة الثانية اللي تي مطيني مقدارها 600 بس اتجاهها ما مطيني إياه، ما مطيني الزاوية لا ويا الأفق ولا ويا الشاقول. حتى أوجد اتجاهها راح حدد هاي الزاوية ألفا، هي نفس هاي الزاوية ألفا متبادلة. إذا راحت معدها ألفا هي تحدد اتجاه القوة 600. شلون أوجد ألفا؟ راح أرسم مثلث قائم الزاوية، الوتر مالته ينطبق على خط تأثير قوتي. اللي شوف هذا الوتر، عندي هذا شاقول، عندي هذا أفق، هذا مثلث قائم الزاوية هنا نقطة D. إذا مثلث A B D قائم في D، الزاوية ألفا هذه، حتى أوجدها شو أحتاج؟ أحتاج مقابلها اللي هو AD، ومجاورها هذا مجاور بتكون من جزئين، جزء AC مقدار 3 وجزء CD مجهول. هسه شلون نحسب CD و AB و BD؟ خلينا ناخذ هذا مثلث قام زاوية D، الوتر مالته 6 ومعلوم الزاوية 60. السي دي هالمقدار يساوي الوتر 6 كوساين 60، هذا 6 كوساين 60. اذا المجاور مال الفا يساوي 3 زائد 6 كوساين 60. شو بقى بعد المقابل؟ المقابل بهذا المثلث عبارة عن الوتر 6 ساين 60، هذا يمنا منا لهنا يساوي 6 ساين 60. اذا هاي الزاوية الفا نعلم منها المقابل والمجاور. زين من يربط المقابل والمجاور؟ هو تان. اذا راح احسب الفا من تان، الفا يساوي تان انفيرس بي دي على اي دي، الفا يساوي تان انفيرس تان الفا يساوي بي دي على اي دي. البي دي هذا قلنا 6 ساين 60، هذا بي دي 6 ساين 60، والاي بي اي بي يساوي 3 زائد 6 كوساين 60، 3 زائد هذه امكم بطبعة تطلع هذه موجبة 6 كوساين 60. التان الفا 0.86، اذا الفا يساوي تان انفيرس 0.866، تطلع الفا 41. هسه شلون راح نوجد المحصلة مالته؟ راح نوجدها بثلاث طرق. الطريقة الأولى بالرسم Graphical Solution، هذه الطريقة الأولى حشرحها بس ما مطلوبة منكم.
شلون توجدوها؟ تروحون للمرسم او للاوتوكاد. بين القوت يعني 800 و600 حتى ارسمها على ورقه صغيره لازم دولي اصقرهم. شلون اصقرهم؟ نستخدم مقياس رسم معين. راح اخذ مقياس رسم 1/100. شو اسوي؟ حتى ارسم 800 راح اضربها، راح اخذ مقياس رسم 1/100. اذا 800 في 1/100 تطلع 8، يعني 800/100 تطلع 8. اعتبر 8 سنتيمتر من نقطة بي، ارسم خط افقي طوله 8 سنتيمتر. هذا طوله 8 سنتيمتر. ترسمونيه على اليمن على الورقة. انه من نقطة بي بالمنقلة هاي زاوية مقدارها 40. بوينت ناين. تقيس الزاوية من نقطة بي ويا الافق، تقيس الزاوية 40.9. الزاوية مقدارها 40.9 وترسم لي هذا اللاين. التي مقدارها 600 نيوتن. في مقياس رسم 1/100 تكون 6، اذا تقيسي عليها على هذا اللاين مستقيم طوله 6 سنتيمتر. اللي هذا هو طوله 6 سنتيمتر. 6 سنتيمتر. شو تسوون هسه؟ تكملون متوازي اطلاع. من نهايه القوه 800 ارسم لاين يساوي الموازي لي 600، يعني 6. ارسم لاين يوازي ويساوي 6. اذا هاي الزاويه الفا. يعني هذا يوازي هذا. يعني اقيس زاويه مقدارها 40.9 الفا وارسم هذا اللاين. طوله 6 سنتيم. من نهايه هاي القوه ارسم لاين طوله 8 سنتيم. يلتقون هنا. المحصله هذه هي ار. شو يسوون؟ تاخذ المسطرة تقيس طول المحصلة. طول المحصلة راح يطلع طوله 5.24 سنتيمتر. 5.24 سنتيمتر. انا اللي حوالي القوة الاصلية ليش اضربها؟ في مقلوب مقياس الرسم. مقياس الرسم 1/100 مقلوبة في 100. اذا هذا اضرب في 100 شو تكون؟ 524 نيوتن. اذا المحصلة 524 نيوتن. تبقى اتجاه المحصلة ويا الافق. تجيب المنقلة تقيس لهاي الزاوية ثيتا. تقيس الزاوية ثيتا. راح تلقاها 49 درجة. 49 درجة. اذا هاي الطولة الطريقة الاولى بالرسم. ما مطلوب منكم فقط تعرفون ممكن نحل بالرسم. الطريقة الثانية جيومتريك سوليوشن، يعني نرسم متوازي اضلاع حقيقي. ارسم متوازي اضلاع حقيقي. شو اقول؟ من نقطة بي ارسم قوة مقدارها 800 نيوتن افقية. من نقطة بي راح ارسم قوة بزاوية الفا اللي هي 40.9 قوة مقدارها 600 نيوتن. هسه ارسم متوازي اضلاع. منها لاين يوازي وبطول 600. منها لاين يوازي وبطول 800. تلقون هنا هاي المحصلة. حتى اوجد المحصلة اخذ مثلث لو فوق لو جوا. راح ناخذ الفوق اللي هو هذا 800، هذا 600، وهاي زاوية الفا اللي هي مقدارها 40.9. انا شريد المحصلة اقول ار سكوير يساوي ضلع الاول تربيع 800 تربيع زاد ضلع الثاني تربيع 600 تربيع ناقص 2 ضلع الاول 800 في ضلع الثاني 600 في كوساين الزاويه اللي بيناتهم اللي هي الفا 40. تطلع الار 524 نيوتن. اذا المحصله طلع حسبه شو بقى؟ يبقى اتجاهها استخدم قانون الساين. شو اقول؟ شنو معلوم؟ معلوم اقول 600 الى ساين الثيتا. ثيتا معلوم. هسه اروح عندي ار معلوم والفا معلومه، استخدم هذا المقدار
اقول ار الى ساين الفا، ار 524 الى ساين الفا 40.9. شنو المجهول؟ ساين ثيتا يطلع 0.75، ثيتا نساوي ساين انفيرس 0.75 تطلع 48.6 دقري. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة التحليل على محور، الطريقة الثالثة تحليل على محورين متعامدين. شلون؟ حل ذن قوتي على المحورين على الاكس والواي. نلاحظ القوة الأولى 800 هي من تنطبق على المحور اكس، إذا ما ركبتها على الواي صفر ما تتحلل بعد. إيش بقت؟ بس القوة هذه قوة 600. عندي وين هنا؟ خليني اجعل هذا. عندي هاي 600. راح اعتبر هذا الاكس محور اكس، وهذا المحور عفوا، وهذا المحور مو مضبوط. صفر الله. هذا المحور واي، هذا واي السالب، وهذا الواي الموجب. قلنا 800 تنطبق على الاكس ما ركبتها على الواي صفر. ايش تبقى؟ تبقى 600. هاي 600 نيوتن، وهاي الزاوية الفا اللي هي 40، اي كانت 40.9. هاي الزاوية الفا 40.9. راح حل هاي القوة لما ركبتها مركبة على الواي، واي سالب مقدارها 600، شيل عاتب 40 مقابله ساين 40، وهاي مركبه 600 مجاور 40 كوساين 40. هسه حلل القوة على محورين على المتعامدين على الاكس والواي، راح اوجد محصلة القوة على المحور اكس اسميها ار اكس، على المحور واي اسميها ار واي. خرج على المحور اكس، ايش عندي؟ عندي قوتين، قوة باتجاه الموجبة والثانية سالبة. اذا ار اكس يساوي 800 ناقص 600 كوساين 40. ار اكس 800 ناقص 600 كوساين 40 تكون اشارتها موجبة 346. طالما موجبة دي معناها باتجاه اليمين، باتجاه الاكس الموجب، اذا اتجاهها هذا. نروح على ار واي. الار واي تلاحظون بيه هو عباره عن قوه وحده، دي وين؟ داون وير، دي جوه، مقدار 600 ساين 40. ار واي 600 ساين 40 يساوي 393 نيوتن. طالما هي دي جوه اعطيها اشاره سالبه، او ارسم سهم دي وين؟ دي جوه. اذا ذن القوه كلهن راح احول مكانهم قوتين ار اكس وار واي. ار اكس والار واي يعوضون عن القوى الاصليه. ار اكس 346 ليمين، ار واي 393 ليون داون وير، دي جوه اشارتها سالبه. لان قوتين متعامدات ارسم مستطيل المحصله هذه، اخذ من ثلاث فوق او جوه. اذا ار يساوي ار اكس سكوير بلس ار واي سكوير، سكوير روت تحت جذر. ار يساوي ار اكس سكوير بلس ار واي سكوير تطلع 524. ثيتا هذه مقابلها ار واي مجاور ار اكس، اذا ثيتا يساوي تان انفيرس ار واي اوفر ار اكس. ار واي على ار اكس بدون اشارات تطلع 48.6. لهنا ننهي محاضرتنا.